طيب الشوكولا. سامي ليش قاعد هون وحدك؟ انت استاذ رشيد؟ لا ولا شيء، بس هيك عم برتاح. عم ترتاح؟ ما انت ما لعبت مع اصحابك تتعب. كيف تعبت؟ ما بعرف يا استاذ، عن جد صاير عم بتعب، ما بعرف ليه هيك. بعدين صار لي فتره ملاحظ عليك ما بتشارك بصف الرياضه، صاير شيء معك؟ لا ابدا مش صاير شيء، شو بده يصير؟ طيب يعني انت ما بتحب الرياضه او شو القصه؟ بلا كثير بحب الرياضه يا استاذ. كيف بتحب الرياضه وانت ما بتشاركنا بالصف؟ رح اقول لك كيف، رح اقول لك كيف. انا بحب الرياضه لدرجه انه كل يوم بعمل جات بوشار كبير وبحضر ماتش فوتبول على التلفزيون. ايه يا استاذ كثير بحب الرياضه انا. بتحب الرياضه قلت لي؟ ايه كيف اذا خبرتك انه كل يوم بلعب كذا دق بلاي ستيشن، بلعب فوتبول فيفا، وكمان بربح دايما. ايه بس يا سامي، انا قصدت اذا بتحب تمارس الرياضه مش تحضر وتلعب على الكمبيوتر وعلى البلاي ستيشن وما بعرف شو هالقصص. بصراحه استاذ صحيح انا بحب الرياضه، بس ما كثير الي جلاده العب، واخر فتره زاد عندي هالشي، فبفضل ارتاح. سامي انا ملاحظ هالشي عليك اخر فتره، وكمان ملاحظ انك نصحان شوي. نصحان؟ وحسب ما فهمت علاماتك بالمدرسه عم تتراجع كمان. صحيح استاذ، لانه دائما بحس تعب وما الي جلاده ادرس. وحسب ما بعرف انه ما عندك مشاكل صحيه، فيلي عم بيصير معك هو خمول. ايه يا استاذ صاير معي خمول، كثير خمول يا ويلي. خمول دخلك؟ وشو هو هيدا؟ لازم اخذ له دواء يعني؟ عند اي حكيم لازم اروح؟ انا مخمول استاذ؟ بس شو يعني خمول؟ سامي الخمول مش مرض، الخمول هي حاله بتصير معنا إذا خفت حركتنا كتير وما عدنا نعمل رياضة. ها؟ يعني قصدك يلي صاير معي هو بسبب قلة الحركة؟ صحيح يا سامي. والرياضة لشو رح تنفعني؟ سامي خليني خبرك، الرياضة بتقوي العضلات وبتحسن الدورة الدموية، وهالشي بيأثر على نشاط جسمنا. بس نمارس الرياضة أول شي بنحمي جسمنا من زيادة الوزن والأمراض. واو، وكمان بننشط ذاكرتنا وحتى يتحسن نومنا وبتتنظم حياتنا. الرياضة بتعمل كل هالاشياء؟ واو استاذ. كمان يا سامي عرفت من اصحابك بالملعب انك عم تتشاجر معهم كثير، واوقات عم تضربهم وتغضب، هالشي صحيح؟ بصراحة يا استاذ هالشي صحيح، بس انا ما بكون قصدي اعمل هيك، بس صاير عم بغضب بسرعة، عم بضربهم بلا ما سيطر على حالي. هيدا الشي كمان من قلة الحركة. اوف، معقول؟ طبعا، لأنه الرياضة بتخفف التوتر بجسمنا وبتحسن مزاجنا وتخلينا نظهر الطاقة السلبية ونصير مبسوطين. واو استاذ كتير حمسني اعمل رياضة، مش معقول شو الرياضة؟ تزبط كل شيء استاذ، في عنا البراد معطل بالبيت، اقول لك اذا عملت رياضه بيزبط. طيب يلا يلا يا سامي، وهلا اصحابك بصف الرياضه ناطرينك، يلا قرب على الصف. من اليوم بدي بلش. اوف ما لي جلاده. سامي يلا وين صرت؟ يلا يلا استاذ جيت جيت. 1 2 1 2 1 2 1 2